na dumele dumele mo matunguna dumele. دار مو جورج أبو عدل وشركائه وشركة بيزلاين إلى الاحتفال بوجود عناصر الطبيعة من خلال مستحضرات بيزلاين الجديدة. وجرى إطلاق المستحضرات من خلال حفل عشاء ببلان ناتور المنصورية بستة تشرين الأول الحالي، ضم عدد كبير من المدعوين بأجواء موسيقية مميزة. برعاية اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان، دعا وزير الصحة علي حسن خليل إلى الاحتفال بالعيد العاشر لإطلاق الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر سرطان الثدي. وجرى إطلاق الحملة تحت عنوان الفحص المبكر ينقذ الأرواح ب7 أكتوبر بفندق الفور سيزن. عقد طلاب مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري جلسة محاكاة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان دولة فلسطين بمجمع الحاج بهاء الدين الحريري الإنمائي بصيدا السبت بواحد تشرين الأول. واستندت الجلسة إلى ميثاق الأمم المتحدة الفصل الثاني بالعضوية يلي بيقول العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات ورغبة فيها.